على الهواء بنسمع وش عند الشعار. مسفر ابن رميثة تسمعني؟ الصوت واضح عندك؟ اسمعك. الله يحييك اخوي فلاح، امسي عليك ومسي على عمر ومسي على وليد وعلى الساده المشاهدين في اول يوم من تصفيات مسابقه شعر القلطه. بمرحبا بكم. الاجواء هنا انا اقول عالميه صراحه، وكرنفال عالمي باذن الله تعالى. نفسيات طيبه، الشعراء متحمسين باذن الله تعالى، لكن ننتظر منكم اختيار اسمين عشان بس يجون معي هنا ونطرح لهم كم سؤال ويدخلون عليكم باذن الله تعالى. الله يعطيك العافيه مسفر. طيب بنختار الحين باذن الله اول شاعرين بيكونون معنا على الهواء مباشره من الفازة اليمنى. وليد الحيح اختار لنا الاسم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يجعل ربي يوفقهم التوفيق الطيب ان شاء الله. اللهم امين. الشاعر الاول احمد بن عيد العازمي. احمد بن عيد العازمي. احمد موجود معنا؟ احمد للتاكيد ولا باقي؟ ما احمد العازمي متواجد يا مسفر؟ غير موجود. طيب اللي بعده شوف الثاني، بعض الشعراء باقي في مرحلة وصول. الشاعر الثاني منيف مالك الغيداني. تفضل منيف. مرحبا بك منيف. اللي بعده الشاعر الثاني الاول منيف بن مالك الغيداني، الشاعر الثاني اختار يا عمر. بسم الله. من طحت في احمد عيد العازمي؟ لا احمد طلعنا من الفيس. طيب. طبعا ترى الاجواء والطريق يمكن اكيد تاثر على الجيه. عايش الازلع. عايش الازلع الشاعر الثاني. عايش الازلع. مرحبا بك. تفضل عايش. ومرحبا بمنيف. ومرحبا بك ترحب بالحياه. انا اعرف الشعور هذا صراحه، فيه شوي ارتباك، ولكن شوف نفسياتكم ان شاء الله طيبه. وش تقول؟ وجه الكاميرا وعطنا اللي عندك. اقول الله يوفقني انا واصحابي المشاركين معنا جميع، وباذن الله نقدم الشيء اللي يرضي الجميع باذن الله. متحمس؟ باذن الله متحمس. نفسيه طيبه؟ نفسيه طيبه. عسى دوم ان شاء الله. تفضل طال عمرك. الله يوفقنا جميع، لازم تنقض هناك وان شاء الله نقدم الحوز على رضاكم. في ارتباك عندكم ولا شيء؟ لا ان شاء الله. بالاخير ان شاء الله صراحه. لا ان شاء الله. طيب نقول حياكم الله، تفضلوا اخذوا مايكاتكم وتفضلوا مع اللجنه. مرحبا بكم. يا مرحبا بس موفقين ان شاء الله. لا انت يا مسفر، الله يعطيك العافيه يا مسفر. كانوا مع مسفر اول شاعرين اللي بيجون الحين باذن الله، بيتم تسجيلهم. بنعرض لهم مثل ما قلنا للتذكير، بيدخلون علينا لايف الحين. بيتم اختيار، خلصنا من الفازه اليمنى نتجه للفازه اليسرى. عمر بن هذال بعد شوي اذا حضروا الشعراء بيختار لنا ورقه. الورقه هذه فيها رقم محدد عند الكنترول، طاروق معين او لحن معين لاحد الاساتذه الشعراء من اللجنه، يا وصل يا فواز يا حمود السوي. في انتظار